الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة فيها أخبار كتير عن النادي الأهلي وجولة في كل ال 12 عن النادي الأهلي في الصحف والسوشيال ميديا. طبعا فريقنا وصل تنزانيا النهاردة الصبح استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا. كمان الفريق خاض أول تدريب ليه النهاردة العصر، هنكون مع الفريق لحظة بلحظة وهنقول لكم كل الكواليس من هناك طبعا عن طريق مراسلنا كريم أحمد اللي طبعا دلوقتي موجود في البعثة مع الفريق. كمان هنقول لكم كل ردود أفعال الخاصة والقوية بعد قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كانت امبارح. طبعا ما فيش في الإعلام كله سواء في مصر أو على مستوى الصحف العربية وكالات الأنباء طبعا العالمية سواء القرارات القوية اللي النادي الأهلي أصدرها امبارح. النادي الأهلي ده هيظل النادي الأكبر في مصر وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط كله. النادي الأهلي كمان هو نادي المبادئ والقيم اللي جيل ورا جيل بيحافظ عليها. النادي الأهلي مش ممكن أبدا يتنزل عن حقه وقادر إن هو يقف في وش الكل طالما بيدافع عن حقوقه. عاوز أقول لكم كمان إن أنا تابعت من امبارح للنهاردة السوشيال ميديا مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله، وعرفت إزاي إن قرارات النادي الأهلي كان ليها صدى كبير جدا عند كل الجماهير، وإن في جماهير كانت بتتمنى إن أنديتها تكون زي النادي الأهلي في مواقفه. امبارح كمان النادي الأهلي مدد التعاقد مع علي معلول وكريم نبد، والنهاردة كمان أعلن كابتن سيد عبد الحفيظ تجديد عقد عمرو السولية لمدة 3 مواسم ونص. ولسه في اخبار كمان عن التدعيم وعن الحفاظ على النجوم اللي في نادي الاهلي النجوم الكبار. كمان هيكون لينا جوله في الاخبار المحليه والعالميه، وهيكون ضيفنا النهارده استاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي الكبير. وهنبتدي حلقتنا كالعاده باهم العناوين. اهتمام كبير بقرارات مجلس اداره النادي الاهلي. الأهلي يسلم شكوى للجنة الأولمبية والكاف. الأهلي يطالب من اتحاد الكرة تحديد الملاعب البديلة في الدوري. بعثة الأهلي في تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا. سفير مصر في تنزانيا: الأهلي كبير وثقتنا كبيرة في الفوز على سيمبا. تحركات قوية لأجاي بعد تمديد معلول. محمد صلاح الصحف بعد تألقه أمام بورنموث. ودلوقتي تعالوا نشوف معاكم أهم الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي في الجرايد. الشروق: قرارات قوية من مجلس إدارة النادي الأهلي. الأهرام: قرارات حاسمة للأهلي في طارق الأحمر يشكو الجبلاية والكاف واللجنة ويقاطع بطولة الاتحاد العربي. الأخبار: قرارات قوية في الأهلي مقاطعة البطولة العربية وشكوى للكاف والأولمبية والتمسك بالجمهور. الجمهورية: قرر إظهار العين الحمراء، الأهلي يقاطع الجبلاية. الأخبار المساء: الأهلي يتحدى الجميع، الأحمر يقاطع اجتماعات اتحاد الكرة والبطولة العربية ويتقدم بشكوى للكاف ويتمسك بجدول مبارياته. الدستور: الخطيب يعلن التحدي بقرارات اجتماع السبت. المساء: الأهلي يلقي طوق النجاة، لاتحاد الكرة تأجيل مباراته مع بيراميدز لما بعد قمة القطبين. الأخبار المسائي: الأهلي في تنزانيا، لاسارتي يحضر اللاعبين. أخبار الرياضة: إغلاق الملف المحلي والتركيز في أفريقيا. أخبار الرياضة: تحركات قوية للتجديد لأجاي بعد تمديد معلول. نروح مع
حضراتكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، وهنبتدي معاكم مع جريدة المساء اللي قالت إن إدارة النادي الأهلي رحبت بقرارات اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة بيراميدز واللي كان متحدد لها يوم 28 فبراير لميعاد تاني يتحدد بعد مباراة القمة ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك، واللي كان محدد ليها يوم 30 مارس اللي جاي، وإن مباريات الفرق الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز هتقام وفقا لترتيب المباريات المعلن عنها في جدول المسابقة. قالت جريدة البسة أن بيان النادي الأهلي وقراراته كانت بتعتبر طوق النجاة للجبلاية والمخرج من مأزق كان ممكن يهدد المسابقة، والنادي الأهلي قال في البند السادس من البيان أنه لا يقبل استبدال مباراة بأخرى، ولكن لو كان في نادي بيطلب ده علشان يتفادى أن هو يواجه النادي الأهلي في الدوري قبل يوم 30 مارس فمن حق النادي ده أن هو يطلب تأجيل المباراة لبعد 30 مارس. وفي الأخبار المسائي كان الكلام على فريق الكرة، وقالت وصل فريق النادي الأهلي لتنزانيا النهاردة استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء اللي جاي ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. الفريق هيتمرن النهاردة تدريبات استشفائية بعد رحلة سفر شقة، وقال كمان مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق أن تلاحم المباريات للفريق بيسبب الإجهاد للاعبين وده بيأثر على أداء اللاعبين، وده طبعا اللي ظهر في مباراة حرس الحدود الأخيرة واللي طبعا فاز فيها النادي الأهلي 1-0. لاسارتي طلب من اللعيبة أن هم لازم يفصلوا ما بين مباريات الدوري وكل اللي بيحصل فيها وما بين البطولة الأفريقية، وده لمواصلة الانتصارات والوصول لمنصة التتويج الأفريقية، ونبه عليهم بضرورة عدم الظهور بالشكل اللي ظهروا عليه قدام حرس الحدود واللي شهد فقر في الفنيات، وحذرهم كمان من الاستهانة بالفريق المنافس وعدم الاطمئنان للفوز عليه في الجولة اللي فاتت بخمس أهداف نظيفة، وإن كان كل مباراة طبعا بيكون ليها حسابات خاصة. أما أخبار الرياضة فنقلت تصريح للمدرب العام للنادي الأهلي، وقالت أن كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي قال أن الجهاز الفني بيفصل تماما بين كل بطولة بيشارك فيها برغم طبعا حالة الإجهاد اللي بتسيطر على اللعيبة، وأكد أن الجهاز الفني اتبع سياسة التدوير في مباراة حرس الحدود عشان يهرب من الإرهاق ده ومن الإصابات بسبب خوض الفريق لمباراة كل 3 أيام، بالإضافة طبعا لرحلة الفريق الشقة لتنزانيا واللعب بعد 72 ساعة بس من مباراة الحرس في دولة تانية بخلاف طبعا مشقة السفر. وقال كمان ان سياسة التدوير مطلوبة عشان نتجنبوا اجهاد اللعيبة الاساسيين بسبب طبعا امكانية تعرضهم للاصابات نتيجة ضغط المباريات. ده كان كلام الجرايد، تعالوا نشوف مع بعض المواقع الالكترونية قالت ايه عن النادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يسلم شكوى للجنة الاولمبية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تحديد الملاعب البديلة في الدوري. بعثة الأهلي تصل تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا. بوابة أخبار اليوم: مرتجي يطمئن على بعثة فريق الأهلي في تنزانيا. بوابة الشروق: سفير مصر في تنزانيا: الأهلي كبير أفريقيا وثقتنا كبيرة في الفوز على سيمبا. بوابة المصري اليوم: لاسارتي يشرح للاعبي الأهلي خطة مواجهة سيمبا في محاضرة بالفيديو. فيتو: الأهلي يكشف تفاصيل إصابة سعد سمير. يلا كورة: ربيعة أساسي ضمن الثلاث حلول أمام لاسارتي لدفاع الأهلي في لقاء سيمبا. القاهرة 24: الأهلي يخوض ميرانو الأول في تنزانيا على ملعب جيمخانة. الوفد: سداسي الأهلي يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم. يلا كورة: إكرامي، الأهلي كيان شعبي والأفعال الصبيانية ليست في قاموسه. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: رجال سلة الأهلي يواجه راج في بطولة أفريقيا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: رؤوف عبد القادر: ننتظر رد الشارقة الإماراتي لاستعارة علي زين.
نروح مع حضراتكم لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي النهاردة في المواقع الإلكترونية، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن أرسلت إدارة النادي الأهلي النهاردة الصبح شكوى النادي الأهلي للجنة الأولمبية المصرية بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكورة مع رؤساء الأندية وممثليها، والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6/2/2019. طالب النادي الأهلي في شكوى اتخاذ اللازم قانونا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي. كمان النادي الأهلي بعت شكوى النهاردة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وحرصت إدارة النادي الأهلي على دعم شكوى النادي الأهلي بخمس مستندات رسمية بتأكد أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسمي وليس تنسيقي حسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة. وتطرق النادي الأهلي كمان للتجاوز بألفاظ خارجة لرئيس نادي الزمالك في حق ممثل النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، واللي هو غادر طبعا الاجتماع احتجاجا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي برضو قال إن أرسلت إدارة النادي خطاب لاتحاد الكورة صباح اليوم بتطلب فيه تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري خلال الفترة القادمة بعد غلق بعض الملاعب لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل. قال النادي الأهلي في خطابه إن الملاعب البديلة لابد أن تكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيري وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق بحضور الجهات الأمنية، وإذا كانت الملاعب خلاف ذلك فعلى اتحاد الكرة أن يقوم بالحصول على هذه الموافقات ومن بينها الموافقة الأمنية على حضور الجماهير لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. لسه مكملين معاكم مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال برضو أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وصلت النهاردة الصبح يوم الأحد للعاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمواجهة فريق سيمبا يوم الثلاثاء اللي جاي في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. كانت بعثة النادي الأهلي غادرت القاهرة مساء أمس السبت في طريقها لتنزانيا، وبترأس البعثة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وبتضم قائمة الفريق 20 لاعب: شريف إكرامي، محمد الشناوي، هشام محمد، رامي ربيعة، رمضان صبحي، إسلام محارب، أيمن أشرف، عمرو سلية، علي معلول، جونيور أجاي، علي لطفي، محمد هاني، ناصر ماهر، كريم ندبد، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمود وحيد، محمد شريف، صلاح محسن. وبيحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بسبع نقط، بيجي بعديه فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقط، وبيجي بعديهم سيمبا في المركز الثالث بثلاث نقط، وبيتذيل شبيبة الثورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين. كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن حرص المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا على الإطمئنان على ترتيبات إقامة الفريق في العاصمة التنزانية دار السلام. ناقش المهندس خالد مرتجي مع سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري برنامج الفريق خلال الأيام اللي جاية وملعب التدريب وغيرها من الترتيبات الخاصة بالرحلة. كمان بوابة الشروق قالت إن أكد محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا إن في تنسيق كامل ما بين النادي الأهلي عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عادلي المدير الإداري مع طاقم السفارة لإنهاء الترتيبات الخاصة ببعثة النادي الأهلي في العاصمة التنزانية دار السلام. وأوضح سفير مصر في تنزانيا إن التنسيق ما بين الطرفين شمل كل ما يتعلق ببعثة النادي الأهلي قبل وصولها ولحد ما تسافر أو تترك دار السلام، سواء حجز فندق الإقامة أو إجراءات الوصول في المطار وملاعب التدريب بجانب الأمور الخاصة بالمباراة. وأكد أبو الوفا أن وجود النادي الأهلي في تنزانيا أمر يسعد كل الجالية المصرية لأنه كبير أفريقيا وخير سفير للكرة المصرية لما يمتلكه من تاريخ عريق على المستوى الأفريقي والعالمي بجانب شعبيته الكبيرة في كل البلدان. وقال كمان سفير مصر في تنزانيا أن فوز النادي الأهلي بخماسية على سيمبا في برج العرب نتيجة جيدة جدا خلت جماهير الفريق التنزاني تطلب من الفريق إن هو يعوضها ويحفظ ماء الوجه في لقاء الثلاثاء المقبل، لكنه وكل الجالية المصرية في تنزانيا ومعهم جماهير الفريق لديهم ثقة كبيرة في لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة اللي هتجمع الفريقين بعد 48 ساعة.
كمان موقع المصري اليوم قال ان بيعقد مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي محاضره بالفيديو بعد تمرين الفريق النهارده يوم الاحد في مقر اقامته في العاصمه التنزانيه دار السلام عشان يشرح امور كتير خاصه بمباراه سيمبا التنزاني. وبيشرح لاسارت خلال المحاضره بعض الامور المتعلقه بالفريق التنزاني، كمان خطه اللعب اللي هيتطلع من خلالها الجهاز الفني ان هو يحقق نتيجه كويسه في اللقاء القادم. كمان موقع فيتو قال ان اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي ان سعد سمير بيعاني من الام بسيطه في العضله الضمه تسببت في عدم سفره في اللحظات الاخيره مع بعثه الفريق لتنزانيا لمواجهه سيمبا في دوري ابطال افريقيا. وقال كمان مدير الكوره ان اصابه سعد سمير بسيطه ومش حاجه مقلقه خالص، وقال كمان ان اللاعب هيكون موجود بنسبه كبيره جدا في قائمه النادي الاهلي لمباراه الانتاج الحربي في الدوري الممتاز يوم السبت اللي جاي. وقال كمان عبد الحفيظ ان الجهاز الفني فضل عدم اصطحاب سعد سمير مع البعثة لتنزانيا في اللحظات الأخيرة بسبب الإصابة دي عشان ما تتفاقمش الإصابة، وقال إن اللاعب يؤدي برنامج علاجي حاليا في القاهرة. كمان موقع يلا كوره قال ان قد تشهد مباراه النادي الاهلي وسيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا اول مشاركه لرامي ربيعه كاساسي في تشكيل الفريق بعد غياب دم لاكثر من سنه بسبب الاصابه. وتاكد غياب سعد سمير مدافع النادي الاهلي عن المباراه بعد ما تخلف عن السفر مع البعثه بسبب اصابته في العضله الضمه. شهدت قائمه النادي الاهلي عوده ياسر ابراهيم بعد ما تماثل للشفاء من الاصابه واللي كان بيعاني منها او عانى منها قصاد وادي دجله في الدوري، بجانب وجود رامي ربيعه. ولسه بيعاني النادي الاهلي من عدم وجود بديل في مركز قلب الدفاع والاعتماد على توظيف ايمن اشرف ومحمد هاني في المركز ده في حال حدث اي امر. وبعد تاكد اصابه سعد سمير اصبح امام مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي ثلاث حلول. الحل الاول ان هو يعتمد على ثنائي رامي ربيعه وياسر ابراهيم خلال المباراه، وفي حال رغب لاسارتي في عدم المجازفه بالثنائي مره واحده خوفا من فقدان واحد فيهم او الاثنين في المباراه، فبالتالي ده هيعني ان في معاناه اخرى بعد العوده من تنزانيا. فالاقرب ان هو يلعب برامي ربيعه وياسر بجانب ايمن اشرف. وعوده محمد هاني لقائمه النادي الاهلي اكيد بتدي للاسارتي حل ثالث وهو الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع بجانب ايمن اشرف واللعب بكريم ندبت في مركز المدافع الايمن والابقاء على الثنائي ياسر ورامي على مقاعد البدلاء. كمان القاهرة 24 قالت ان خاض الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي تمرينه الاول في العاصمة التنزانية دار السلام الساعة 4 العصر بتوقيت تنزانيا، يعني الساعة 3 بتوقيت القاهرة. النادي الاهلي خاض تمرينه على ملعب جيم خانا القريب من فندق الاقامة بعد ما وقع اختيار الجهاز الفني للفريق بقيادة الاوروغواني مارتين لاسارتي على الملعب ده بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وسمير عدلي المدير الاداري. كمان الوفد قال ان ادى حسام عاشور واحمد فتحي واحمد حمودي وسعد سمير وصالح جمعه وعمر جمال لعيبه الفريق الاول لكره القدم في الاهلي تدريبات بدنيه في الجيم على هامش تمرين الغايبين عن رحله تنزانيا. كمان موقع يلا كوره قال ان اكرامي صرح وقال ان الاهلي كيان شعبي والافعال الصبيانيه ليست في قاموسه. علق شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي على الأحداث الأخيرة واللي كانت بتحصل على الساحة الكروية في مصر، وكتب إكرامي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: التصريحات الغير مسؤولة، ردود الأفعال الصبيانية والأفعال الكيدية ليست في قاموس النادي الأهلي. وقال كمان: الأهلي كيان شعبي كبير ومسؤولياته أكبر من أن تكون رياضية فقط، سيبقى الأهلي كبير وعظيم بتاريخه ومواقفه قبل بطولاته وألقابه، وسيظل التاريخ شاهدا دائما على انتصاره. نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره السله رجال في الاهلي هيخوض مباراه مهمه النهارده يوم الاحد امام نظيره فريق راجا الرواندي ضمن منافسات دور ال 16 من بطوله افريقيا للانديه الافريليج. وبتنطلق المباراه الساعه 8:30 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي في الجزيره، بيسبقها مباراه اول اغسطس الانجولي وفريق فيروفيارو الموزمبيقي. بيسعى الفريق ان هو يحقق الفوز عشان يتاهل لدور الثمانيه من البطوله بعد ما حقق
حقق الفوز على فريق فيرفيارو الموزمبيقي امبارح، وخسر مباراته الأولى قصاد فريق أول أغسطس الأنغولي. لسه مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، ورؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في النادي الأهلي قال إن النادي الأهلي بدأ في مفاوضات رسمية مع نادي الشارقة الإماراتي عشان يحصلوا على خدمات علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي واللي بتقام في المغرب خلال شهر أبريل الجاي. وأوضح إن النادي الأهلي في انتظار الرد النهائي من جانب مسؤولين نادي الشارقة الإماراتي، خصوصا إن اللاعب رحبوا بشدة أن هو ينضم للفريق بعد انتهاء مشاركته مع فريقه في بطولة آسيا للأندية. بيتبقى فقط حسم كافة الأمور ما بين الناديين. بيقود المفاوضات دلوقتي كابتن عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، وكمان قال أن إدارة النشاط الرياضي عملت أكثر من جلسة مع سلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني عشان يلبوا كافة طلباته، وأن في اتجاه لدعم بعض المراكز اللي طلب تدعمها. كمان بيدرت الجهاز الفني دلوقتي عدد كبير من السير الذاتيه لعدد من اللعيبه، خصوصا طبعا في مركز الظهير الايمن، على ان يتم قيد الصفقات الجديده في المواعيد المحدده من جانب الاتحاد الافريقي. ده جه طبعا بالاضافه لوجود 8 لاعبين دوليين في صفوف الفريق شاركوا بقوه في كاس العالم الاخيره، وهم محمد عصام الطيار، اسلام حسن، وابراهيم المصري، وعمر حجاج، وعمر الوكيل بكار، واحمد خير، وعبد الرحمن فيصل، وتواجد طبعا التونسي يوسف معروف مع منتخب بلاده خلال البطولة. مشاهدينا نطلع دلوقتي فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، هنروح معاكم لفقره الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، لكن الاول هنطير لتنزانيا وتحديدا لدار السلام مع كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي هناك عشان يطمنا على احوال فريقنا قبل اللقاء ب 48 ساعه. مساء الخير عليك يا شيما، واهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين ومتابعي كلام في الميديا وقناه النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده كواليس البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا، سيمبا بطل تنزانيا والنادي الاهلي هنا في الاهميه الفريق النادي الاهلي باذن الله تحقيق الفوز او نتيجه ايجابيه ان شاء الله كالعاده يتصدر النادي الاهلي، او يمكن خلاص مباراه فيتا كلوب القادمه هتكون تحصيل حاصل بالنسبه لفريق النادي الاهلي. فاكيد في شغل فني بيبذل بشكل كبير من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي ليه نهائي الامر هنا ان شاء الله في تنزانيا. يمكن الفريق مش هنقدر نقول متوسط لان الظروف مختلفه بشكل كبير جدا، الظروف في المباراه الاولى وفوز النادي الاهلي بنتيجه 5-0 واداء ايضا كمان كان اكثر من رائع اسعد كل جمهور النادي الاهلي، لكن اكيد الظروف مختلفه. لو بتكلم معاك يا شيما على الظروف، ابدا معاك هنا بالطقس، هنا صعب جدا، درجه الحراره بتصل ل 36 و37 درجه معاها رطوبه عاليه جدا، وده اللي يمكن مؤثر بشكل كبير على النفس بالنسبه للعيبه على التحركات. ان شاء الله باذن الله يعني بنتمنى ما يبقاش ليه تاثير على فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي لا بيبقى فيه تاثير كبير على كل اللاعبين، فيعني الجهاز الطبي بيبذل مجهود، يمكن كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ من الجانب النفسي مستر مارتن بيحاول ان هو ياهل اللعيبه بشكل كبير، لان ان شاء الله باذن الله نعود من هنا من تنزانيا بنقاط مهمين جدا في دوري ابطال افريقيا وبالتحديد في الجوله الرابعه من دور المجموعات. اتذكر معاك ايضا كمان ونذكر كل المشاهدين بالقائمه الخاصه بمباراه سيمبا بطل تنزانيا والنادي الاهلي، لكن قبل ما اتكلم معاك على القائمه كان تم تحديد وجود سعد سمير في القائمه اللي اعلنت امس عقب طبعا
انتهاء في تدريب فريق النادي الاهلي في تمام الساعه 10:30 صباحا بدون راحه بعد مباراه حرس الحدود. ما فيش وقت، فكان لابد يكون في تدريب خفيف لفريق النادي الاهلي قبل السفر. رحله كانت طويله جدا طبعا، استغرقت 6 ساعات او نقدر نقول 7 ساعات كمان حتى الوصول هنا الى فندق الاقامه، لكن ترتيبات على يمكن على قدم الوثاق بالنسبه لسفارتنا هنا في تنزانيا. السفير طبعا محمد جابر ابو الوف طبعا سفير مصر هنا بيقوم بدور كبير جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي ايضا كمان اللي متواجد كالعاده قبل كل سفريه بيكون متواجد في البلد اللي بيكون متواجد فيها للنادي الاهلي لتوفير كل سبل الراحه، التنقلات ايضا كمان فندق الاقامه نقدر نقول ان فندق الاقامه جيد جدا ان شاء الله يساعد لاعيبه النادي الاهلي والتركيز فقط يكون في هذه المباراه. اتذكر معاك كمان يا شيما وارجع معاك للقائمه: الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمد هاني، رامي ربيعه، هشام محمد، عمرو السليه، محمود وحيد، صلاح محسن، جونيور اجاي، رمضان صبحي، ناصر ماهر وحسين الشحات، محمد شريف، كريم ندفد، علي معلول وحمدي فتحي. كان المفروض زي ما قلنا ان يكون سعد سمير متواجد، لكن سعد سمير عنده يمكن نقدر نقول اصابه في العضله الضمه ابعدته عن يكون متواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي، لكن ال20 لاعب المتواجدين جاهزين الحمد لله طبيا وفنيا. النهارده ايضا كمان كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب قريب جدا من فندق الاقامه. تدريب كالعاده كان في بعض الامور الاستشفائيه طبعا للعيبه نظرا للرحله الشاقه زي ما اكدنا شيما، لكن ما كانش في تدريب قوي نقدر نقول او في التحامات او في تكتيك النهارده، لا كل الامور كانت تدريب خفيف بالنسبه للنادي الاهلي. غدا هو التدريب الاهم والرئيسي على الملعب الرئيسي اللي هيستقبل مباراه سيمبا بطل تنزانيا والنادي الاهلي في مباراه مهمه جدا. حضور الجماهير هيبقى ليه تاثير كبير، لكن الحاله المعنويه والحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي لكن دي اللي بتقول ان كل الجمهور النادي الاهلي عنده هدف البطوله الافريقيه ان شاء الله هذا الموسم تكون من نصيب النادي الاهلي. وكالعاده يا شيما من خلالك ومن خلال برامجنا في قناه النادي الاهلي نكون مستمرين معاك وننقل لكل جمهورنا كل الاجواء والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي هنا في تنزانيا، وباذن الله نكون معاكم غدا وبعد غد ان شاء الله يكون النادي الاهلي منتصر ونعود باذن الله من تنزانيا ب3 نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. عوده ليك يا شيما. شكرا لك زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي متواجد دلوقتي في دار السلام مع بعثه النادي الاهلي هناك، وهيكون معانا لحظه بلحظه من خلال برامج قناه النادي الاهلي في 48 ساعه اللي جايين هينقل لنا كل كواليس النادي الاهلي وفريقنا ان شاء الله لحد ميعاد المباراه. نروح معاكم دلوقتي سريعا لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا. اليوم السابع اتحاد الكره يدرس الغاء خاصيه الحكم الخامس. الوطن سبورت أبو ريدة يرفض إقالة عصام عبد الفتاح. فيتو جلسة حاسمة بين أبو ريدة ووزير الرياضة. الشروق الإسماعيلي لدينا الأمل في العودة لدوري الأبطال وهددنا الكاف بالمحكمة الرياضية. كورة الكاف يغلق باب العفو في وجه رئيس الزمالك. 1-3 نيو لوك جديد لمحمد صلاح. في الجول لوفرن لصلاح الآن صدقت أن التابلو من العمر 26 عام. فيتو محمد صلاح يتصدر صحيفة الديلي إكسبرس بعد ثلاثية بورنموث. البوابة نيوز ميلنري يتحدث عن قوة صلاح وماني وفيرمينيو. سكاي سبورت ريال مدريد يفاوض نيمار ونجمان كبيران في الخطة بي. أس مدرب باريس سان جيرمان يزف خبر سار لمانشستر يونايتد. كورة بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات. هنبتدي مع حضراتكم تفاصيل أخبارنا المحلية من اليوم السابع اللي قال إن بيدرس اتحاد الكورة اقتراح بإلغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري المصري لعدم جدواها وتسببها في إثارة المشاكل في المباريات إلى جانب التكلفة المالية على الجبلية، ومن المرجح إن يتم إلغاء الخاصية دي خلال الفترة اللي جاية حيث بدأ المجلس في اتخاذ خطوات جادة لتطبيق تقنية الفيديو بعد مباريات بطولة أمم أفريقيا واللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو ل 19 يوليو.
كمان الوطن سبورت قالت ان سادت حاله انقلاب داخل مجلس اداره اتحاد الكوره ضد عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره بسبب وجود ازمه بشكل شبه يومي بسبب اخطاء الحكام. طالب بعض اعضاء المجلس هاني ابو ريده رئيس الجبليه باقالته وتعيين حكم دولي سابق خلفا لي لاداره اللجنه. رفض ابو ريده الامر من اجل الحفاظ على الاستقرار منعا لحدوث ازمات قد تؤدي لالغاء مسابقه الدوري هذا الموسم، لا سيما مع ضيق الوقت قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا واللي بتنظمها مصر في الفترة من 21 ل 19 يوليو المقبل. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية أخبارنا في كلام في الميديا. واللي قال ان بيعقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه يوم الاثنين جلسه مع المهندس هاني ابو ريده رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره عشان يحسن تشكيل لجان بطوله الامم الافريقيه ومتابعه بعض الاعمال الخاصه بالبطوله واللي بتقام في مصر خلال شهر يونيو اللي جاي. شهدت الفتره الماضيه تاخر اعلان رؤساء لجان البطوله بعد اختيار هاني ابو ريده رئيس للجنه المنظمه ومحمد فضل مدير للبطوله تحت قياده اللجنه العليا برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث يسعى الوزير ورئيس اتحاد الكرة لحسم الأمر في جلسة الغد حتى يبدأ رؤساء اللجان في عملهم. في ظل ضيق الوقت قبل موعد انطلاق البطولة كان تشكيل لجان بطولة أمم أفريقيا 2019 أثار أزمة كبيرة بسبب رغبة بعض أعضاء اتحاد الكرة في التواجد أو تسجيل أتباعهم للتواجد في لجان البطولة المختلفة. كمان الشروق قالت ان اكد نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الاسماعيلي ان فريقه لسه عنده امل في العوده مره ثانيه لدور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها الحاليه. وقال كمان حجاج قدمنا التظلم وتوقعنا رفضه لكننا وجدنا الكافي يطلب حضورنا لجلسه استماع لذلك فنحن نشعر بالتفاؤل. اشار حجاج في تصريحاته الى ان النادي جهز اكثر من ملف ومستند وفيديو منهم اقرار الافريقي في بيان رسمي بعدم تعرض اي من أعضاء بعثته لأذى وكذلك وقائع سابقة شهدت اقتحام للملعب مثل مباراة الزمالك والأفريقي عام 2011 ولم يستبعد الزمالك حينها من البطولة. كمان موقع كورة قال أن نفى مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إمكانية رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على رئيس نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة. الكاف قرر إيقاف رئيس الزمالك عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام على خلفية هجومه على أحمد أحمد رئيس الاتحاد وعمر فهمي السكرتير العام. وقال المصدر أن الموضوع ده غير مطروح وقال كمان أن رفع الإيقاف كان من الممكن أن يحدث من خلال الالتماس الذي تقدم به رئيس الزمالك. وأوضح المصدر أن رئيس نادي الزمالك لم يسدد الرسوم وبالتالي تم رفض الالتماس وأصبحت العقوبة نهائية. موقع 1-3 كمان قال ان ظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي بالنيو لوك بعد ما سجل هدف في مباراه بورنموث في المباراه اللي انتهت بفوز فريقه بثلاث اهداف ضمن منافسات الجوله 26 من البريمير ليج. نشر محمد صلاح صوره جديده ليه على حسابه على الموقع الخاص بيه على الفيسبوك من غير دقن لاول مره من فتره طويله. في الجول كمان قالت ان ما فوتش ديان لوبرين مهاجم او مدافع عفوا ليفربول الانجليزي الفرصه على نفسه وعلق تعليقات كوميديه مع زميله محمد صلاح بعد ما ظهر الاخير بشكل مختلف. رد لوبرين على صلاح وقال الان صدقت انك فعلا عندك 26 سنه. كمان نشر لوبرين صوره بتجمعه بصلاح على حسابه الشخصي على الانستجرام وكتب عليها لقد رحل صلاح لذا لدي صديق جديد مرحبا حامد محروس غالي. طبعا حامد محروس غالي ده اسم جد نجم منتخب مصر محمد صلاح. كمان فيتو قالت ان تصدر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الانجليزي غلاف صحيفه الديلي اكسبرس الانجليزيه النهارده بعد هدفه في فريق بورنموث في الجوله 26 من الدوري الانجليزي الممتاز او البريمير ليج واللي حسمها ريتس بثلاث اهداف نظيفه على ملعب الانفيلد امبارح.
وحطت الصحيفه صوره محمد صلاح تحت عنوان ليفربول يبعد المتوترين، الفريق يعود للقمه مره اخرى. نجح محمد صلاح ان هو يوصل للهدف رقم 17 في الدوري الانجليزي في الموسم الحالي عشان يواصل صدارته لترتيب الهدافين بفرق هدفين عن بيير أوباميانغ لاعب ارسنال الانجليزي. كمان البوابة نيوز قالت ان اكد جيمس ميلنر لاعب وسط فريق ليفربول الانجليزي ان الثلاثي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني وساديو ماني وروبرت فيرمينو اصبحوا الدفاع امام المستحيل بسبب التفاهم ما بينهم في الخط الامامي للريث. وقال ميلنر ماني وفيرمينو وصلاح كانوا رائعين طول المباراة، لقد صار الدفاع امامهم مهمة مستحيلة في ظل التفاهم الكبير بينهم وتحركاتهم المستمرة واللعبة من لمسة واحدة، وده اللي بيربك المدافعين. وقال كمان ربما النقطة السلبية الوحيدة لنا في مباراة بورنموث هي أننا لم نحرز أهداف أكثر من الفرص العديدة التي سنحت لنا، لكننا سعداء بالطبع بالخروج بشباك نظيفة والحصول على 3 نقاط، وهذه كانت مهمتنا الرئيسية في المباراة. كمان سكاي سبورت قالت أن تقارير بتخص ريال مدريد اتكلمت انه عنده رغبه بشده في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا في الميركاتو الصيفي اللي جاي، وقال كمان ان وضع او ان هو حط نجمين بديلين في حاله ان هو فشل في التعاقد مع نيمار دي سيلفا. وقال كمان المصدر ان ريال مدريد بيتفاوض من فتره مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في محاوله لاقناعه بالانضمام لصفوفه ابتداء من الموسم اللي جاي. كشفت التقارير انه في حال فشلت صفقه نيمار هتتوجه اداره الفريق المدريدي لنجم اتلتيكو مدريد أنتوان غريزمان الخيار الثالث لريال مدريد، هو كمان لاعب برشلونة كوتينيو. وصرحت برشلونة أنها مش بتمانع في استقبال العروض بشأن الأندية الراغبة في خدمات كوتينيو، وقالت كمان أنها مستعدة لبيعه في حال كان الثمن معقول. كمان قالت ان اكد الالماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صعوبه مشاركه مهاجمه الاوروغواياني اديسون كافاني في المباراه ضد المضيف مانشستر يونايتد الانجليزي في دوري ابطال اوروبا لكره القدم يوم الثلاث. واتخيل لا توجد انباء جيده بشان ادي ففي فحوصات النهارده كمان في مقر التدريب، لكن بالنسبه لينا الانباء ليست جيده. وقال كمان هناك امل ضئيل، يوجد دائما امل لكن الفحوص الاوليه ليست جيده. وقال كمان ان مشاركة الهداف التاريخي للفريق الفرنسي في المباراة المقررة على ملعب الأولد ترافورد في شمال إنجلترا هتكون صعبة جداً. موقع كورة كمان قال ان اثار الويلزي جارث بيل نجم ريال مدريد الاسباني كثير من الجدل بعد احتفاله ضد اتلتيكو في مباراة الدربي، وكان بيل احرز الهدف الثالث للمرنجي ضد اتلتيكو مدريد امبارح يوم السبت في المباراة واللي اقيمت على ملعب واندا ضمن منافسات الجولة 23 من الليغا الاسبانية وانتهت بفوز ريال مدريد 3-1. قالت صحيفة ماركا الاسبانية ان حركة ذراعي بيل اثناء الاحتفال بالهدف كانت غريبة واعتبرها جماهير اتلتيكو مدريد استفزازية. قالت كمان انه برغم عدم وضوح طريقه احتفال النجم الويلزي الا ان الحركه دي ممكن يتم اعتبارها ان هي مسيئه في اسبانيا. وقالت تقارير صحفيه ثانيه ان في حاله اجراء تحقيق حول احتفال بيل وثبوت ان حركه دراعاته دي غير اخلاقيه فقد يواجه اللاعب عقوبه الايقاف في الليغا لمده تصل ل 10 مباريات. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي كبير استاذ لطفي سعيد.
سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي الكبير. مساء الفل على حضرتك. مساء الفل عليك، منورنا اكيد فقرات النادي الاهلي. منوره بيكي دايما ان شاء الله. طب عايزين نتكلم طبعا النهارده عن حاجات كتير بتخص النادي الاهلي، ويمكن كان اهمها قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، 8 قرارات اللي اصدرهم امبارح مجلس الاداره في اجتماعه الطارئ، اللي طبعا كانت ردا على اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره يوم الاربعاء اللي فات. لكن خلينا الاول نبتدي بخبر لسه جاي لنا دلوقتي حالا، بيقول ان النادي الاهلي بيطلب من اتحاد الكره اسباب تاجيل مباراه بيراميدز. ارسل النادي الاهلي خطاب لاتحاد الكره النهارده الدور، بيطلب فيه معرفه الاسباب الطارئه اللي دعت اتحاد الكره ان هو يعلن عن تاجيل مباراته مع بيراميدز في الدوري، واللي كان مقرر ليها يوم 28 فبراير الجاري. وبرغم ان النادي الاهلي اكد في بيانه الصادر امبارح انه لا يصادر على رغبه اي طرف في طلب تاجيل مباراته مع النادي الاهلي ولم يمانع، لكن جاء خطابه اليوم لاتحاد الكره لمعرفه اسباب التاجيل بصفته الطرف الاول في المباراه والاستيضاح الامور التنظيميه الخاصه بالمسابقه. مجلس اداره النادي الاهلي قرر في اجتماعه الطارئ امبارح الرفض القاطع لاستبدال اي مباراه للنادي الاهلي في بطوله الدوري بمباراه اخرى في مسابقه الكاس، استجابه لضغوط من اي طرف، خصوصا وان اتحاد الكره هو اللي اعد جدول المسابقه بنفسه دون تدخل اي جهه، وهو الاولى ان هو يلتزم بالجدول ده ويحافظ على ثوابته قبل الانديه. رايك ايه في الخطاب ده؟ هو النادي الاهلي بياخد خطوه في موضوع تاجيل تعديل او تاجيل مبارياته، ما بياخدش الموضوع بشكل في نوع من اظهار القوه او العند مع اتحاد الكره، بالعكس خالص هم بياخدوا الموضوع خطوه على اعتبار ان اتحاد الكره اخطا في تقديره للموقف. صحيح. في البدايه لانه اتحاد الكره ما اطلعش النادي الاهلي على رغبته ان هو عايز يغير معاه. خد الموضوع ان في ازمه ولازم اجتمع مع الانديه ولازم نقعد ولازم نقرر ولازم نشوف. الاجتماع مع الانديه كلها اللي في الدوري المصري كلها الممتاز عشان ازمه من نادي او من ناديين، هل ده اصلا موضوع يعقل يعني؟ هو يعني موضوع يعني بصراحه يعني خانهم التوفيق فيه انهم يعملوا اجتماع مع كل الانديه. هي كانت شكوى من نادي، فامر طبيعي ان هو كان ياخد الطرف الثاني يقعد معاه، طب عايزين نعدل دي، عايزين نشوف المواعيد المناسبه، ويتفقوا على خروج بشكل لائق للناديين وموضوع منتهى. صحيح. لكن ان انا بجتمع مع كل الانديه على اي اعتبار؟ طب باقي الانديه ايه دخلها في هذا التعديل؟ باقي الانديه ايه تضررها من هذا التعديل؟ صحيح. باقي الانديه ايه موقفها من هذا التعديل؟ طب استاذ لطفي خلينا نحط سيناريو اخر، لو يعني افترضنا ان النادي الاهلي كان وافق على ده وراح وعمل الجلسه اللي هم بيقولوا عليها جلسه وديه، يعني بحسب يعني تصريحات بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره، وتم التصويت على ان نلعب المباريات دي ولا ما نلعبهاش، ناجل ولا ما ناجلش، ففي الحاله دي مش كانت هتحصل اكيد فتنه ما بين الانديه؟ يعني انت هتصوت ضدي او هتصوت معايا؟ طبعا امر طبيعي. وهم ما كانوش يقدروا يعملوها مع الانديه في هذا التوقيت، لان هم دخلوا بيحلوا مشكله فوجئوا بمشاكل تانية الانديه، في انديه بتطلب ان الدوري يتلغي، في انديه عندها مشاكل، فبداوا دخلوا في مواضيع كتيره جدا هم كانوا في غنى عنها خالص. صحيح. لكن هم حطوا نفسهم فتحوا على نفسهم باب ملوش لازمه، ملوش اي لازمه خالص. يعني ده تاجيل مباراه ملوش علاقه اصلا ان انا استدعي كل الانديه واحسس ان في ازمه وخطابات لاستدعاء الانديه لاجتماع عاجل. هو فين الاجتماع العاجل ده بيبقى متوقف عليه حاجات؟ صحيح. ان انا مثلا ايه عندي المسابقه يعني هاخد فيها قرار الغاء، عندي ازمه مفيش ملاعب. صحيح. فبالتالي عندي ازمه مع الامن شايف انه مش هيقدر يكمل، دي الحاجات الطارئه. صحيح. لكن او في مثلا حاله من الامطار والسيول غيرت مجرى البلد فبنغير هنأجل البطوله. في كلام كتير يتقال في تحت لفظ عاجل، لكن ان انا اقول عاجل عشان تاجيل مباراه ده قمه يعني مش عايز اقول لفظ احاسب عليه، لكن انا دي قمه. طيب اجتماع عاجل ده بيعد رسمي ولا بيعد عادي حاجه وديه كده ما بيننا وبين بعض؟ طالما اخترت بورق رسمي يبقى الاجتماع رسمي. طيب ازاي يتم اختار او دعوه رئيس نادي الزمالك الموقوف من قبل الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم عن مزاوله اي نشاط بيخص كره القدم لمده عام؟ ازاي يتم دعوته لهذا المجلس او هذا الاجتماع؟ دي سقطة من اتحاد الكورة ان هم لم يراجعوا الشكل القانوني لعقد الاجتماع. وهم كان مبررهم بعد الاجتماع لما
الاهلي كشف عن خطاب الدعوه للاجتماع، فبداوا يقولوا ان دي كانت قاعده وديه، واحنا كنا يعني قاعدين مع بعض بنتسامر، قاعدين مع بعض بنتسامر وبنتغدى مع بعض، مفيش فيها ادنى مشكله، لكن ده مش اجتماع رسمي. لما خرجت الخطابات الرسميه بداوا يتوقفوا عن الكلام ويقولوا طب احنا هنجتمع، وبعدين اجلوا اجتماعهم، وبعدين قالك طب بعدها باسبوع، مفيش ما يستدعي ان احنا نجتمع. هم حبوا يقللوا من 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 قيمه بيان النادي الاهلي بتاجيلهم الاجتماع، وان مفيش حاجه تستدعي، وان الموضوع بسيط انتم مكبرينه ليه. صحيح. وامر طبيعي جدا ان احنا ناخد قرارات لان احنا اللي بننظم مسابقه. انا كنت متخيل في قراره نفسي ان اتحاد الكوره لما يدعو الاجتماع عاجل يقول والله يا جماعه احنا ثبت ان احنا عندنا مشاكل من تنظيم المسابقه، فاحنا هنبدا نعلن عن رابطه دوري محترفين ونشكل لجان هي اللي تدير المسابقه بشكل اكبر وبعيده عن اتحاد الكوره، ونبدا ان احنا نتفرغ للمنتخبات الوطنيه ونتفرغ للمسابقات الادنى ما دون الدوري الممتاز. لكن ان احنا بنتكلم في ماتش ده، يعني انا شايف ان ده في نوع من السفه الشديد جدا، ان اتحاد كوره بيدير منظومه في الدوله وبيدير لعبه جماهيريه بهذا الشكل وبيستعد لبطوله الامم الافريقيه، وفي نفس الوقت عامل هذا الاجتماع عشان مباراه. امر مهين جدا ان احنا نكون بنتكلم بهذا الشكل وفي هذا التوقيت عن تاجيل مباراه والدنيا مقلوبه عشان تاجيل مباراه. طب ما تطلب من النادي صاحب الشان ان انت تتكلم معاه، والله عايزين نرحل دي شويه، عايزين نقدم دي عندي، ما هو هيلاعبهم، هيلاعبهم في سواء دوري او كاس، ما هو هيلاعبهم، امر صحيح. امر منتهي. صحيح. لكن ان الموضوع يبقى فيه نوع من التظاهر ان ده فرد عضلات على النادي الاهلي، ان ده نوع من فرد قوه على النادي الاهلي او فرد عين على النادي الاهلي، هو ده اللي اوجد الازمه من بدايه. انا شايف انها ازمه ما كانش لها لازمه اصلا انها تحصل، والموضوع بسيط جدا، لكن الجو الاستعراضي اللي خرج بيه الموضوع كان اضر باتحاد الكوره اكتر ما افاده. صحيح. طيب شفت الجواب بتاع النهارده ده ازاي؟ يعني النادي الاهلي قال انا ما عنديش مشكله، يعني اللي عندهم مشكله ان هم يقابلونا قبل 30 مارس، انا ما عنديش مشكله ان هو يتاجل، لو هم اللي عندهم مشكله ما عنديش مشكله يتم تاجيل اللقاء لما بعد 30 مارس، ما فيش مشكله. بس رجع النادي الاهلي النهارده برده وقال لهم انا عايز من حقي اعرف ايه الاسباب اللي خلت او استدعت ان انتوا تاجلوا اللقاء. ما هو انا لازم النهارده انا لازم بقعد بخطبك كل شويه عشان اعرف انت بتعمل ايه، ان مطلوب دلوقتي ان انا افهم ان انت ما تحطنيش في موقف وتقول لي ده اجباري، ما تحطنيش قدام الامر الواقع. الامر الواقع لان النهارده انا بلعب في افريقيا وعندي ماتشات مزدحمه وعندي طوال شهر فبراير عندي ماتشات كتيره، فامر طبيعي جدا ان انا بدور على راحه اللعيبه. في حاله من الارهاق الشديد على اللاعبين خلال 3 ايام، كل 3 ايام مباراه الى جانب السفر في افريقيا، فامر طبيعي جدا ان ده بيسبب نوع من الاجهاد الشديد للعيبه وللجهاز الفني. النهارده عشان ابدا ابعد ده، فده كان امر طبيعي جدا ومتوقع ان هو عايز يعرف يا جماعه احنا الدنيا رايحه فين وجايه منين، الموقف ايه، عشان انا عندي ارتباطات وعندي عندي منافسه على البطوله، مش عايز ان انا اخرج بره هذا الحيز. فأمر طبيعي أنه هيلاحق اتحاد الكرة بخطابات كتيرة جدا لغاية استبيان الأمر تماما بشأن هذه المباراة المؤجلة وبشأن باقي المباريات المسابقة. فأمر طبيعي ده حقه، أمر طبيعي أنه ياخد فيه قرار وياخد فيه موافقة صريحة أو مكتوبة من اتحاد الكرة، طالما أن الجلسات العرفية هي اللي بتدير الموضوع. فهنا لازم أخرج من جو العرفي إلى الجو الرسمي، إن أنا يبقى عندي مخاطبات رسمية بتقول 1 2 3 أقدر أبني عليه موقفي في المستقبل. صحيح. طيب بعد القرارات اللي أصدرها امبارح النادي الأهلي بما يخص فيها إن هو هيشتكي في الكاف وفي اللجنة الأولمبية، وهو كمان رفض تام إن هو يشارك في أي بطولة بتخص الاتحاد العربي بسبب طبعا تجاوزات رئيس الاتحاد العربي تركي الشيخ في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته. النهارده شفنا في عناوين الصحف ان النادي الاهلي فعلا ابتدى ان هو ياخد خطوات رسميه وبعت للجنه الاولمبيه وبعت للكاف بيشتكي فيه اللي حصل خلال الاجتماع يوم الاربعاء اللي فات. شفت الخطوه دي ازاي؟ هو قبل ما اشوف الخطوه ديت هو بيجرنا لحاجه ثانيه برضو. اتحاد الكوره واتفاق بيراميدز والزمالك مع بعض. النهارده طب لو المنافسه اصبحت في ايد بيراميدز وفي ايد الزمالك انها تحسم لقب الدرع الدوري،
وتم مجاملة أي من الفريقين على حساب الآخر. هل ده يندرج تحت بند إيه؟ هل ده فير بلاي؟ هل ده مسموح بيه التلاعب بنتائج المباريات؟ احنا هنا برضو اللي محدش يتكلم فيه بقى اللي أنا بقوله ده إن النهاردة لو وصلنا لآخر مباراة وهي أصبحت حاسمة وأصبح إن بيراميدز هو المتحكم في من يحصل على اللقب. طيب يبقى احنا بنلعب لصالح مين؟ يبقى دي بطولة مشترى ولا بطولة فيها منافسة حتى النهاية؟ طب الفير بلاي فين هنا بتطبق؟ طيب النهاردة ده مش اسمه في كرة القدم التلاعب في نتائج مباريات؟ هل احنا سبنا كل هذه القوانين وفكرنا بس في جزئية ان انا اجل مباراة او ان انا اقيم مباراة؟ ده امر مهين للمنظومة الكروية في مصر ان انا ابدا افكر بهذا التفكير السيء جدا. لان انت بتقول لي ايه لما يبقى يحصل نبقى نتكلم، ما هو انا ما استناش ان يبقى يحصل سيناريو اكبر مني وبعد كده ابدا اقول ده الموضوع اكبر مني وموضوع فلت من ايدي. لا، انا بقى لازم ابقى حاسب كل حاجة. طالما بعد انا على راس المنظومه اللي بتدير فلازم ابقى اكون عامل كل السيناريوهات المطروحه قدامي واضحه. طب انا ليه انا سايب كل حاجه مؤجله؟ ليه ما باخدش موقف فيها؟ ليه ما بوضحش؟ طب ثم جدول المباريات المتبقيه صدر يوم 8 فبراير، 8 يناير صحيح، يوم 31 يناير بعدها ب 23 يوم نادي بعينه بيشتكي ان هو مش عايز يلعب معاه وبيتحالف مع نادي اخر. طب انت كنت فين؟ يعني كنت فين خلال 23 يوم؟ صحيته فجاه من النوم قلتوا عايزين ناجل المباراه. طيب التحالفات اللي بين الانديه وبعضها ده ملوش علاقه خالص في كره القدم ايا كان، اذا كان نادي خاص او نادي عام ده ملهاش علاقه، ده الف ب في كرة القدم مفيش تواطؤ مع الغير. فالنهاردة التواطؤ ده بيحصل لصالح مين؟ طب مش لصالح حد، هو يمكن يحصل ضد حد لكن مش لصالح حد. مش ما بيحصل ضد حد فأكيد حد تاني مستفيد. فأمر طبيعي جدا. هما بس يعني يمكن بس عندهم يعني في توافق في المصلحه زي ما بنقول. بس خليني ارجع، بس حضرتك كنت بتتكلم من شويه على لو في مباراه حاسمه هي اللي هتحسم الدوري في اخر اللقاء، يعني وضح لي كده قصدك عشان انا يعني مش مستوعبك. ما هو هنقول مثلا ان بيراميدز هو اللي بيتحكم في تحديد البطل. ازاي يعني؟ وتبقى لبيراميدز مباراه مع الاهلي تاجلت مثلا، ما هو وارد ان اي شيء يحصل. يعني في بيان بيراميدز امبارح قال انا تحت امر اتحاد الكره في تحديد موعد المباراه في اي توقيت. فهنا وارد جدا انها تترحل لابعد. صحيح. مش لاقرب. وارد، كل شيء وارد. طب لو ترحلت لابعد وكانت هي المعيار الحقيقي في تحديد البطل او في الفصل بين، يعني الاهلي عنده مؤجلات. صحيح. طب الزمالك سابق بعدد كبير من النقاط، لو العدد النقاط زاد بفرق عن الاهلي وخلاص وحسم هو المسابقه بدري من خلال مباراه بيراميدز، خلاص امر طبيعي جدا ان مقابله بيراميدز والزمالك تكون هي الحاسمه مثلا. صحيح. فليه انا سايب الموضوع ان انا اوصل لهذه الدرجه؟ ليه سايب الموضوع دايما ان انا يبقى عندي شبهات في البطوله؟ ليه يبقى عندي شبهات في المنظومه؟ ليه يبقى عندي شبهات في كل حاجه؟ حتى ان انا بصراحه ما اتوقعش ابدا ان احنا نوصل للمرحله دي. لا، ما هو طول ما انا بتعامل مع المساله بشكل جزئي توقع اي شيء. هو حد كان يتوقع ان بعد ما الجدول يعتمد من 8 يناير 6؟ لا، هو اتوزع على الانديه يوم 8. هم 6 اجتمعوا وحددوا الجداول وخدوا موافقات كونفيرم عليها كلها وبعتوها يوم 8، لان طبعا كان لازم ياخدوا موافقه الاهلي في جزئيه ان عندك كل 3 ايام ماتش. يعني ودي مرتبطه ان هيبقى فيها ملاعب، فيها تحديد، فيها التوافق مع افريقيا. فامر طبيعي جدا ان انت لازم تبقى واضح جدا ان الفتره الجايه شكلها ايه. طيب انت ليه ما عملتش ده من الاول؟ وبعدين ايه اللي بيرجعك في انت خدت خطوه ليه بترجع فيها؟ طب اذا كانت هي المباراه دي الازمه اطرحها بعيد بقى، خرجها بره السبق خالص وموضوع، وده قرار اتحاد الكوره والكل يحترمه، لكن ما كانش مستدعي ان انا اجيب كل الانديه واقول والله يا جماعه احنا عايزين نغير مباراه. الموضوع طبعا لم يتطرق ليه هذا الكلام بشكل صريح. الموضوع اتفتح في شكل قضايا تانية مختلفة. صحيح. وانتوا عشان تقفلوا الباب عليكم قلتوا ايه؟ يحال الامر الى رئيس لجنة المسابقات لتحديد
امكانيه تعديل اي مباراه في الجدول. طيب ماشي خلاص، الموضوع كان بسيط جدا ان انا اقول الكلام ده من غير اجتماع، من غير ان انا اعمل اي بلبله وما اديش للموضوع اكبر من حجمه. صحيح. لكن ان انا بدي الموضوع حجم اكبر من حجمه ادى انطباع للراي العام ان في تكاتف ضد النادي الاهلي. حقيقي. فهو ده اللي خلق الزعزعه وخلق نوع من الفتنه بين الجماهير خلال الفتره الماضيه، وهي مستمره حتى نهايه الموسم على فكره. يعني المساله ما هدتش، بالعكس هي مستمره حتى نهايه الموسم، وده مش في صالح الكوره عموما ولا في صالح الرياضه المصريه، لان اللي بيحصل ده جديد على الكوره المصريه. حقيقي. فامر طبيعي ان ما كناش هنتيقن ان ده خطر كبير جدا علينا في الفتره الحاليه، هنقع في مطبات كتيره جدا في اللي جاي. طب هتواجهها ازاي؟ خصوصا ان انت تفشل ان انت تكمل مسابقه زي دي او تخرج منها باي عوار وانت داخل على بطوله امم افريقيه وبتقول ان انا بنظم حاجه هايله وبعمل حاجه كويسه. ليه دايما لما بنيجي نعمل حاجه كويسه لازم دايما عليهم شويه تراب يعكروا الحاجه الكويسه دي؟ انا شايف ان اتحاد الكوره لم يكن موفق جدا في هذا الاجتماع ولا في هذه القرارات، وكان بسيط جدا ان هو يكلف رئيس لجنه المسابقات مباشره وكنا خرجنا من الموضوع بشكل عادي جدا. وانهى الامر النادي الاهلي ما كانش عنده مانع انه يقعد معاهم على الطاوله ويتكلم مع اتحاد الكوره لو ان هناك رغبه في اي طرف انه عايز ياجل مباراته، ما عندوش مشكله. صحيح. في دي واعتقد ان البيان وضح دي بشكل مباشر، او إن يعني حتى لو مش واضحه بشكل مباشر هو لو كان عنده مشكله كان قال ان انا عندي مشكله، فطالما ما قالش ان عنده مشكله فالراجل مرحب باي اتفاق ممكن يتم مع اتحاد الكوره. لكن إظهار روح عدائية والتحالف المسبق والتحالف المنتظر على السوشيال ميديا أظهر المنظومة الكروية أنها ضعيفة وأنها بتدار من خارج اتحاد الكرة وليس من داخله. صحيح. طيب خلينا نتوقع إيه هيكون مثلا رد فعل اللجنة الأولمبية أو الكاف على الشكاوى اللي وصلته من النادي الأهلي؟ هتتوقع ان ممكن يكون في رد حازم على اللي حصل ولا لا؟ واكيد اصل هي لوائح، انت كل مره بتصعدي بتعلي من سقف اللائحه، خدتي عقوبات اول مره فبتزودي العقوبه بعد كده، فامر طبيعي ان هيبقى في قرارات في اللجنه الاولمبيه وهيبقى في قرارات من الكاف وهيبقى في قرارات من اتحاد الكره النهارده اللي هو ما راحش الاجتماع التحقيق معاه النهارده وبعد اعتذار عن حضور التحقيق. وبالتالي تحدد 17 فبراير اعلان النتيجه النهائيه في شكوى الكابتن محمود الخطيب بخصوص ما تعرض له من سب وقصف من قبل رئيس نادي الزمالك. طيب خلينا نروح لفريق الكوره ومباراه الفريق الاخيره اللي كانت قصاد حرس الحدود، شفت النادي الاهلي فيها ازاي؟ والله يعني انا معلش انا لسه بدري على ان احنا نشوف الاهلي ازاي ورايح فين وجاي منين. لوجهه نظري يعني خصوصا ان انا الشوط الثاني يختلف تماما عن الشوط الاول وما زالت هذه النبره موجوده في جميع المباريات. صحيح. فامر طبيعي جدا عشان اقدر اقول اشوف النادي الاهلي كام لازم احكم عليه في ال 90 دقيقه، ما احكمش عليه في ال 45 وال 45 الثانيه ما اتكلمش عنها. يمكن مارتين لاسارتي وصف المباراه دي ان هي كان فيها فقر في الفنيات. فيها فقر في الفنيات، مباراة بطل سيمبا التنزاني برضو في الشوط الثاني قلنا ان احنا خايفين على اللعيبه تتصاب وبتاع وامن وخلاص وانت حققت اللي انت عايزه، كل التبريرات بيعكسها اداء جوه الملعب، عشان اقدر اقول ده لازم ابقى جوه الملعب بادي بنفس اداء 90 ال 45 الاولانيه. طالما ما فيش ال 45 في حاله من الارهاق الكبيره جدا ما بين لعيبه النادي الاهلي، احنا بنلعب يمكن كل 3 ايام ماتش. انا مش مختلف انا مش مختلف، لكن في النهايه عشان اقدر ادي اجمالي لازم ابقى انا شايف ال 90، بقيم ال 90 دقيقه كامله، ما اقدرش اقيم ال 90 نص منها اقول ده طيب والنص الثاني اقول ده رديء، صعب جدا. فعشان كده يعني لازم الناس برضو تبقى متوقعه انها عندك اصابات كتير على ما بيرجعوا، عندك لعيبة جديدة، عندك لسه فكر مدرب جاي جديد بيتعامل مع اللعيبة، هي كتر تغيير المدربين بيعمل بلبلة بس للعيبة مش بلبلة للجمهور. ليه؟ لأن كل واحد بيجي بطريقة مختلفة عن الآخر، فعلى ما بيهضم ده بياخد وقت، فأمر طبيعي أن أنت جاي في نص السيزون فأمر طبيعي أن ده هياخد وقت كبير. فمش مطالب أن الناس برضو تحكم بدري،
مجاز بس انا برضو خليني اقول لك ان احنا ابتدينا نشوف برضو بعض من بصمات لسارتي على الفريق في شكله في تمريراته وفي الطريقه الفنيه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي حاليا. مفيش شك طبعا، واضح ان في بصمات، واضح ان الراجل ليه بركات في البدايه، امر طبيعي، لان ما بين مستوى او ما بين شكل كان غير مقبول في فتره من الفترات الى شكل مريح في هذه الفتره، صحيح، الى شكل على الاقل اعطى انطباع لجمهور الاهلي ان هو شايف ان الاهلي عائد. يعني حتى اللفظ اللي بقى على لسان الجماهير يقول لك الاهلي عائد، لكن الجمهور باصص لها ان هو ايه، هيرجع خلاص، يعني ما فيش مشكله، انما امتى يكتمل الرجوع هو مش باصص له. لكن انا كمتخصص بختلف في القصه، اقول ان لازم يرجع يبقى مكتمل التسعين دقيقة عشان أقدر أقول إن الرجوع ده يمكن يحصل بعد ما تكتمل صفوف النادي الأهلي. يعني عندنا إصابات أمر طبيعي، كتير جدا يمكن دي أكيد بتغير كتير من شكل الفريق، خصوصا الإصابات دايما بتجيلنا في اللعيبة الأساسيين. يعني حتى اللعيبة الاحتياطية يعني كشفوا عن نفسهم في الأزمة. لو تفتكري احنا من كام شهر كنا بنقول ندفد يمشي، صحيح، يمكن كريم كان في غضب جماهيري كبير جدا عليه ايام حسام البدري، دلوقتي الموضوع مختلف تماما، وايام كارتون يعني صحيح، من غضب شديد لاشاده كبيره جدا وصلت احنا اسفين يا ندفد. ايوه، فانا بقول لحضرتك ايه، ان الازمه كلها اللي انت كنت بتقيميهم زمان اختلفوا دلوقتي، واللي انت كنت عندك فيهم مشاكل زمان فيهم في ناس منهم بقت ايه موجوده على الساحه بشكل كويس جدا. فامر طبيعي النهارده ان ما يرجع الاساسيين مع قوه الجدد مع استفاقه القدامى اللي هم لم يكن هناك حاله من الاجماع على مستواهم داخل الـ 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 المنظومه الكرويه بشكل عام وداخل النادي الاهلي بشكل خاص. فامر طبيعي جدا ان الازمات دي هتخلص، لكن استعاده كل هؤلاء اللاعبين في توقيت ده اعتقد ان ده هيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي. ليه؟ لان هتقدري انك تلعبي في ظل هذا الزخم من المباريات انك ممكن يبقى عندك فرقتين تلعبي بيهم كل ماتش، فامر طبيعي ان ده هيريح كتير، هتقدري تريح لعيبه، هتقدري تدي مساحات لحد راجع، هتقدري تنفذي او تتنفسي في هذا الضغط بشكل اكبر. عشان كده مش عايز استعجل واقول ان الدنيا مختلفة تماما، لا مش مختلفة تماما، هي مختلفة جزئيا، لكن عشان تبقى مختلفة تماما تبقى عناصرك عندك، صحيح، الراجل بيقدر يلعب بشكل كويس طوال ال 90 دقيقة وليس ال 45 دقيقة فقط. ربما هو لسه بيكتشف في الناس، لكن في بركات ليه باينة جدا في خلال 45 دقيقة الأولى واضحة جدا. اللعيب برضو في الشوط الثاني بيشتكي ان هو مجهد، صحيح، وده مجهد من كتر المباريات، لان هو ما اتعودش على ده قبل كده، فامر طبيعي ان ده مرحله بنمر بيها، لكن بمرور الوقت هيتعود على ده. صحيح. طيب خليني اسالك، هل النادي الاهلي قادر ان هو يحافظ على لقب الدوري ويحصل على اللقب ال 41 في الموسم الحالي؟ حتى الان في ايده ان هو ينافس، لازم يكسب مباراتين الزمالك ومباراه بيراميدز وما يخسرش ولا مباراه في الدوري. المواجهات المباشره ما بين المتصدرين لجدول امر طبيعي ترتيب الدوري الممتازه هي دي اللي هتحسم لقب الدوري. طبعا، وما خسرش حاجه اخرى، ما خسرش حاجه اخرى، دي هتفرق ولا حتى تعادل. النقطه زي يعني انا بخسر نقطتين، اما باخد نقطه ما يكفي ان انا خسران بالظبط، صحيح، هي لكن النهارده عشان اقدر استمر في المنافسه انا شايف انها لازم تفوز بماتشين الزمالك، ودي هتبقى معركه حقيقيه يعني في الماتشين، لان الفرقتين في حاله تنمر شديد جدا، والله اعلم اذا كانت الماتشات دي هتتم ولا مش هتتم، يعني الله اعلم حتى ان وارد جدا يبقى في خناقات في المباراه، يعني وارد جدا في ظل حاله الاحتقان اللي موجوده على السوشيال ميديا، وفي ظل حاله الاحتقان اللي موجوده بين مسؤولي الانديه بهذا الشكل، وفي ظل الخناقات الغير مبرره في الوسط القروي، ممكن وارد ان يحصل حاجات كتير، وارد، اتعلمنا دايما ان المساله ما من الحاجات اللي وارده ان هي تحصل الغاء الدوري الموسم الحالي، اخر حاجه
اخر حاجه آخر بس حاجة. وارد اي شيء وارد لكنه اخر حاجه. لكن الاتحاد الكوره عشان كده بقول لك ايه ان المباراه الاخيره دي ممكن تبقى فيها كلام. ليه؟ لان ممكن ده اخر حاجه خلاص يا جماعه احنا ده الموسم متلغى وخلصنا والحدوته. ان انا بقى هنا بقدر اكون حافظت على المستوى الفني، بقدر حافظت على الرعاه لغايه اخر لحظه، ما زعلتش الرعاه برضو لان في فلوس مدفوعه. صحيح. ما انت هيروح فين؟ وفي عقود لعيبه وفي عروض لعيبه وفي انديه صرفت بنص مليار على شراء تدعيمات في يناير، وفي ناس دفعت. يعني في حركه تداول فلوس بشكل كبير. صحيح. ده اقتصاد، كرة دي اقتصاد. أكيد. لكن أكيد. مساله طول ما احنا بنديرها بالهوايه مش هتبقى مجديه بشكل كبير جدا، خصوصا ان احنا كل الدول في افريقيا او اغلبها عشان ابقى واضح، وبعض الدول العربيه مالوا الى النظام الاحترافي. احنا لسه ليه قاعدين ورا ومش عايزين نطبق دوري رابطه المحترفين المصريين عشان يبقى عندنا ادارات كامله هي اللي بتدير من الانديه؟ يعني ما فيش حد يجي النهارده يقول طب اشمعنى انا مش معنى انا، خلاص الموضوع خلص. ليه احنا دايما قافلين المساله؟ ما نفتح الدنيا، افتح الدنيا خلاص. طالما انت مش قادر تدير المنظومه بشكل كويس سيبها. صحيح. طيب خلينا نروح لجدول ترتيب الدوري الممتاز، شايفه ازاي في القمه وفي القاع؟ هي القمة زي ما هي ماشية يعني مش ما فيش فيها جديد. لو سألتك عن المربع الذهبي على نهاية الموسم تتوقع هيكون مين فيه؟ نفس الرباعي. نفس الرباعي. مش هيبقى فيه جديد. أقدر أقول إن بتروجيت يعني إيه بتحاول حسيسة إنها ما تنزلش، بس هي أقرب فريق نازل. يمكن حتى الأندية اللي في القاع بتتقارب جدا في عدد النقاط. 21 نقطة. هم كلهم قريبين من بعض. فأمر طبيعي جدا ان اي هزة ان حد يقع. لكن ما تقدرش تجزمي ان الثلاثة هم مين. صحيح. ممكن تقولي فرقة خلاص ده. لكن اقول ان الثلاثة اندية سين وصاد وعين، لا صعب جدا. وده جمال الكورة ان انا مش عارف مين اللي هابط ومش عارف مين اللي هيفوز باللقب. صحيح. يعني هو ده المتعه. يمكن هذه الاداره اللي موجوده في الموسم الحالي كنا مفتقدينها في المواسم اللي فاتت. كنا مفتقدينها، لكن ما يحيط بالموسم. يمكن الاهلي الموسم اللي فات حسم الدوري بدري يعني. طبعا ما كانش فيه مقارنه، لكن الوقت عشان تقارب النقط من بعض واشتداد المنافسه بين الثلاث فرق اللي موجودين في المثلث الذهبي، فامر طبيعي جدا ان الناس النهارده مش قادره تحسم بشكل كبير جدا مين هياخد البطوله. لان وارد جدا ان انا اجي في اي مباراه ضعيفه واخسر. صحيح. وارد بتحصل. مش مقياس. فامر طبيعي ان الموسم طويل. فممكن يكون عندي نوع من التوقع ان انا هكمل بنفس المستوى وبنفس الاسلوب، لكن الفرق اللي بتواجهني بتدور على الثلاثه بونت بيطلعوا الروح. فامر طبيعي ان انا هواجه ناس عايزه تحسن مراكزها في وسط المسابقه، وهواجه ناس مش عايزه تهبط وبتحاول بتعافر انها ما تهبطش. يعني ممكن دجله بكل ما يملك من امكانيات فنيه واداريه وماليه وبشريه ممكن يهبط. برضو هو موجود في ضمن المرشحين للهبوط. صحيح. فكل ال انبي لسه مازال برضه بيلتقط انفاسه، فامر. صحيح. طبيعي ان انا النهارده بغض النظر عن مباراته مع الاهلي، لان امر طبيعي جدا ان اي حد هيلاعب الاهلي والزمالك هيبقى متنمر. امر طبيعي. لكن فيما عدا ذلك في مواجهته مع بقيه الفرق بتشوف نتائج عكسيه تماما، لا تعبر عن المستوى الموجود للعيبه. صحيح. ولا تعبر عن مستوى الجهاز الفني ولا تعبر عن تاريخ النادي. الامور واخده شكل تاني خالص. فعشان اقدر اقول النهارده ان مين ينزل مين يروح مين يجي هي امر صعب، لكن المنافسه محصوره فوق بين ثلاثه ومحصوره تحت بين سته. صحيح. مهددين ان هم ينزلوا للقسم الثاني. صحيح. طيب خلينا نروح لدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي في المجموعه الرابعه، معاه سيمبا التنزاني، فيتا كلوب الانجولي، ومعاه كمان شبيبه الثوره الجزائري. بيتصدر مجموعته بسبع نقاط، بيجي بعديه فيتا كلوب باربع نقاط، بعديهم سيمبا التنزاني ثلاث نقاط، وبعد كده بيتدير المجموعه بنقطتين الفريق الجزائري شبيبه الثوره الجزائري. شايف النادي الاهلي مين اللي ممكن يصعد معاه، او نقدر نقول مين اللي هيصعد معاه المجموعة أو للدور التالي؟ هم أول فرقتين هم الأقرب.
هو الاهلي وفيتا كلوب هما الاقرب للصعود. نتائج دوري ابطال افريقيا كانت غريبه، يعني المجموعه بتاعتنا دي كانت النتائج غريبه، فيها خمسات كتير، فيها ثلاثه، نشوف فريق بيكسب بالثلاثه وبيخسر بخمسه، حاجات الموضوع كان مختلف، يعني نتائج متغيره جدا. ما في ثمانيه في مجموعات ثانيه، وفي ثمانيه صحيح، الثمانيه دي كانت مشكله. يعني في ثمانيه في مجموعات ثانيه، فامر طبيعي جدا ان ما انا بقول لك الكارثه النهارده ان احنا شفنا سيمبا بيكسب بثلاثه ويجي ياخد مننا خمسه، وهناك برده من فيتا كلوب خمسه. موضوع كان غريب، هو موضوع غريب، واحنا بنتعادل مثلا مع الفريق اللي يعني اللي كسبه سيمبا التنزاني، شباب تستورة الجزائري، فالنتائج كانت غريبه. المباريات هنا بتختلف، المواجهات الافريقيه عاديه، المواجهات الافريقيه بين دول الشمال الافريقي مختلفه. ممكن انا اكون لسه طالع لاول مره زي شبيبه الثوره وعايز اثبت وجودي، انا بلعب النادي الاهلي، فامر طبيعي جدا ان انا هبقى ببذل جهدي غير عادي، ان انا اقدم مباراه كويسه، اكسب، يعني بعمل لنفسي تاريخ من خلال هذه المباراه. فالمواجهات هنا بتبقى اكثر صعوبه من المواجهات الافريقيه. يعني احنا زمان كنا نقول اي ماتش الاهلي مع اي ما دون الشمال الافريقي بالنسبه لنا سهل، صحيح. لكن الصعب انك انت تواجه حد من الشمال، لان المنافسات العربيه اصبحت النهارده فيها نوع من التنافس الشديد على المكسب، حتى لو كان مستواي ضعيف، لان هنا انا بلعب على حماسي وعلى جهدي غير عادي، ان انا عندي 90 دقيقه ممكن اكتب تاريخ جديد، ممكن الفت نظر الناس ان في لعيب كويس هنا، في لعيبه كويسه ممكن تتباع، ممكن يبقى عليها سبوت اعلامي بشكل كبير جدا، فبالتالي يبقى تسويقها سهل. فامر طبيعي ان المواجهات دي بتبقى فيها شيء من الصعوبه، خصوصا ما بين العرب والعرب، صحيح. لكن الافارقه بيبقى موضوع تاني. الناس بتقول ان مثلا ايه ده نادي لسه طالع، مفيش حاجه اسمها في افريقيا حاليا نادي لسه طالع ونادي لسه قاعد ونادي لسه نازل. المساله بتتقاس كده خالص، طالما بيلعب بطوله كبيره فعنده نفس الطموح وعنده نفس السعي ان هو يتطلع للادوار النهائيه، فامر طبيعي انه بيحاول يتخطى كل مباراه على حده، وعنده نفس الامل اللي عند نفس اي فريق سواء حامل اللقب او وصيف، صحيح. عنده نفس الامل، فبالتالي المباريات كلها صعبه، مفيش مباراه سهله عن الاخرى، لكن وارد جدا ان انا ببقى متفوق على نفسي في هذه المباراه، فبالتالي بحقق اهداف عاليه، صحيح. بحقق اهداف فيها نوع من المفاجاه، لكن في النهايه رتم المباراه هو اللي بيوديني، هو اللي بيجيبني، أكيد. سواء بطلع بعدد الاهداف او بنتعادل، صحيح. طيب من خلال متابعتك للمجموعات الثانيه في دوري ابطال افريقيا، شايف ان اللقب الموسم الحالي ممكن للنادي الاهلي، بعد طبعا ما خسرنا للاسف في اخر نسختين في المواجهه الاخيره او في المباراه الاخيره؟ هو الاهلي قريب لللقب، لكن عنده حاجات لازم، يعني رجوع المصابين ده شيء مهم جدا عشان يستمر في المنافسه، صحيح. عوده المصابين مهم جدا، عوده الخبرات اللي هي بتاعه المباريات الافريقيه الصعبه اللي احنا متعودين عليها، ان اللي بيحسمها دايما في التوقيت ده خبرات لاعيبته المتراكمه على مدار سنين طويله سواء مع المنتخبات او في افريقيا، فهم بيحددوا بشكل كبير جدا ازاي نحسم الامر للاهلي، خصوصا احنا كان لازم نستفيد كتير من ماتش الترجي في النهائي والاخطاء اللي كانت فيه عشان نقدر نصحح من مسيره النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. صحيح. استاذ لطفي السقعان الناقد الرياضي الكبير، نورتنا النهارده في كلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. اشكرك، ربنا يخليك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده، ويوم سعيد على حضراتكم.